هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري. حياة النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي. فلما مات قلنا السلام على النبي. فهذا من اجتهاده رضي الله عنه، لكنه اجتهاد مجانب للصواب. والصواب أن نقول ما أمرنا به الرسول، قال: قولوا إيش؟ السلام عليك أيها النبي. ولم يقل إلا إذا مت، لم يستثن. ثم إنه قد روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خطب الناس يعلمهم التشهد، فقال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. خطب بذلك في خلافته بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر أعلم من ابن مسعود رضي الله عنه، وقاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وبهذا يكون قول عبد الله بن مسعود: كنا نقول، من باب الاجتهاد الذي اجتهده رضي الله عنه، ولكن الصواب ما دل عليه الحديث وما تحدث به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هنا أطلق النبي وأراد به النبي الرسول، لأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. عرفتم؟ من أين عرفنا أنه نبي رسول؟ من أدلة أخرى واضحة أنه نبي وأنه رسول. ولهذا نرى الله عز وجل يطلق في القرآن وصف النبي على من هو نبي رسول. واذكر في الكتاب موسى إيش؟ إنه كان، اقرأ، مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، والأمثلة كثيرة. فإن قال قائل: ماذا تقولون في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا آوى إلى فراشه، إذا آوى إلى فراشه؟ ومن وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء لما أعادها على الرسول، قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة دلالة التزام، لأنه لا يمكن أن يكون رسولا حتى يكون نبيا. ودلالة النبوة مع وجمع النبوة مع الرسالة دلالة مطابقة، لأنه وصفه بالوصفين: النبي وإيش؟ الذي أرسلت. وصفه بالنبوة والرسالة. الوجه الثاني أنه إذا قال وبرسولك الذي أرسلت، فإنه لا يخرج بذلك الرسول الملكي مثل جبريل، فإن جبريل رسول أرسله الله. لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت خرج الرسول الملكي، وتعين أن يكون المراد بالرسول من؟ البشري، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثلاث هدايا
للرسول صلى الله عليه وسلم وهي لنا، هي لنا أو له؟ للجميع. دعونا له بالسلام وبالرحمة وبالبركة. الرحمة ما يحصل بها المطلوب، رحمة الله يحصل بها المطلوب، البركة ينتشر بها المطلوب والخير. تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة وبالبركة، والبركة تشمل البركة عليه وعلى آثاره وسنة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواقع، يعني قد أجاب الله الدعاء ولكن ندعو بذلك تحقيقا للمستقبل. فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أبرك الرسالات وأعمها وأشملها، ملايين الملايين من ملايين الملايين من البشر كلهم انتفعوا بها، وبركاتها كثيرة معروفة لمن تتبع التاريخ. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جاء حقنا نحن، فحق الله مقدم على حقنا، وحق الرسول مقدم على حقنا، ثم حقنا بعد ذلك. إذن فحق رسول الله علينا أعظم من حق أنفسنا علينا، وحق الله فوق ذلك، حق الله فوق ذلك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وانظر حسن هذا التعليم، لما جاء الدعاء العام غير الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أمرنا أن نبدأ بأنفسنا، علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهنا قال علينا بالجمع. ومقام الدعاء مقام ذل وخضوع، ونا تدل عليه على التعظيم، فكيف جاءت بصيغة التعظيم؟ نقول جاءت بصيغة التعظيم لأن المراد بها علينا معشر أمة محمد، بقرينة قوله السلام عليك أيها النبي وهو مرسل للأمة، فيكون معنى السلام علينا معشر هذه الأمة المتبعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فضمير الجمع هنا ليس للتعظيم، ولكن مراد ولكنه يراد به حقيقة الجمع. وقيل المراد السلام علينا معشر المصلين، وهذا يصح إذا كنا في جماعة، لكن إذا لم نكن في جماعة لا يصح. وعلى هذا فالمعنى الأول أصح. وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين المراد بالعباد هنا عبودية الذل والخضوع الشرعي، لأن عبودية الله، لأن عبوديتنا لله عز وجل قسمان: عبودية تتضمن الخضوع والذل والخضوع الكوني، وهذه عامة للإنسان والحيوان وكل شيء، حتى الكافر عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. وعبودية ذل وخضوع شرعي، وهذه خاصة بالمؤمنين، ولهذا قيلت بقوله وعلى عباد الله الصالحين. والصالح هو الذي صلح أمره ولم يعتره فساد، بأن كان عمله خالصا لله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتضمن هذا أن يقوم هذا العبد بحق الله وحق عباده، ولهذا فسر بعضهم الصالحين بأنهم الذين قاموا بحق الله وحق عباده. طيب، هذا العباد الله الصالحين مفرد ولا جمع؟ عباد الله جمع مضاف، جمع مضاف يفيد إيش؟
يفيد العموم. والذي وضع لنا هذه القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وضع لنا أن الجمع المضاف للعموم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن فللعموم صيغة، العموم له صيغة، بل له صيغة، لكن بعض الأصوليين قال لا صيغة للعموم، وهذا غلط، بل العموم له صيغة لا شك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أشهد، الشهادة تكون بالرؤية الحسية، يعني بما يدرك بالحس، تقول أشهد على فلان أنه قال كذا، أنه فعل كذا. وهنا المراد بالشهادة اليقين التام، لكن لما كان يقينا تاما صار كأنه مشهودا. أشهد أن لا إله إلا الله، وقول أن لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، أي لا معبود إلا الله. أشهد أن لا معبود إلا الله. ومعلوم أننا لو أخذنا بهذا الظاهر لأدى ذلك إلى الكفر، لأدى ذلك إلى الكفر. كيف؟ لأن في أصنام تعبد وتسمى آلهة، فإذا قلنا لا إله إلا الله صار كل ما يعبد فهو الله، كل ما يعبد فهو الله. واضح هذا ولا لا؟ ولهذا يتعين أن نقول إن خبر لن نافية محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله، يتعين هذا. فإذا كان الخبر هكذا تقديره زال الإشكال، لأن الآلهة التي تعبد من دون الله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، رأينا من قدرها من العلماء بقوله لا إله موجود إلا الله، وهذا غلط، هذا يرد عليه الإشكال الذي سبق، أليس كذلك؟ ولهذا نقول هذا التقدير خطأ، والصواب ما ذكرنا لا إله حق إلا الله. فإذا قال قائل لماذا لم تجعلوا لفظ الجلالة الله هو خبر؟ لا، لأن الأصل عدم التقدير. قلنا هذا لا يصح لفظا ولا معنى، تفهمين الآن؟ مفهوم يعني لو قال قائل لماذا لم تجعلوا الله، نعم، هو الخبر، كما لو قلت لا قائم إلا رجل مثلا، قلنا هذا لا يصح لا لفظا ولا معنى. أما كونه لا يصح لفظا فلأن لن نافية لا تعمل إلا في النكرات، لن نافية لا تعمل إلا في النكرات. قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكرة، عمل إن اجعل للا في ايش؟ في نكرة. ولو قلنا إن لفظ الجلالة الله هو الخبر لأعملناها في المعارف، وهذا لا يصح. الوجه الثاني المعنوي أننا إذا قلنا لا إله إلا الله ورد علينا الإشكال الذي ذكرناه أولا، وهو أن تكون الأصنام المعبودة والتي تدعى آلهة أن تكون إيش؟
أن تكون هي الله، وهذا لا يستقيم. طيب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كلمة محمدًا هنا علم على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله. وهذه العبودية أخص العبوديات، يعني عبودية شرعية خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام. أبو بكر عبد الله، لكن ليست عبودية أبو بكر كعبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبودية الأنبياء عبودية خاصة، هي أخص العبوديات. ورسوله رسول رب العالمين، أي مرسله، رسوله بمعنى مرسله إلى الثقلين الإنس والجن. فإذا قال قائل: ما هو دليلك على ما شهدت به أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قلنا: أما الأول فدليلي على ذلك الفطرة والقرآن، الفطرة والقرآن. أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. أما الفطرة فالإنسان الذي لم يقيض له شيطان ولا بيئة فاسدة يشهد بفطرته أن لا إله إلا الله، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ثالثا الحس والواقع، ولهذا قال: وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فإن أولي العلم يعلمون بما يحسونه ويعقلونه أنه لا إله إلا الله. طيب، وما دليلك على أن محمد رسول الله؟ كيف تشهد بما لا دليل فيه؟ نقول: فيه دليل. نعم، ما هو؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأما كونه عبدا فقد قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب، إذن نحن نشهد هذه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بما دل عليه الكتاب والسنة. والشاهد من هذا الحديث قوله: إن الله هو السلام، فيكون مطابقا للآية الكريمة: السلام المؤمن. نعم. شيخ، بعض الناس حمد الله يقول تحيات اللهم صلِّ على سيدنا، يعني هل ورد على رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال سيدنا محمد؟ ما جاءت اللهم صل معنا؟ لا، يعني بدل آية أخرى، يعني بدل أخرى. لا، بس ما الصلاة ما ذكرت هنا، لكن لا مانع، لا مانع أن نجيب، وإن كان لا محل لهذا السؤال لأنه ما ذكر. نقول إن قول القائل اللهم صل على سيدنا محمد لا يصح ولا يستقيم ولا ينبغي، بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، وهو استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة. لما قالوا كيف نصلي عليك، ماذا قال؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. ولم نعلم أن أحد من الصحابة يقول اللهم صل على سيدنا محمد، فليس لنا أن نزيد على ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الكفاية.
ايش؟ ايش؟ أصلا قاعدة عامة، المعتزلة لا يثبتون أي صفة، يقول أسماء الله مجردة عن الصفات. السلام يقول هذا اسم جامد لا يدل على السلامة، هذه قواعد عامة. الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط، والمعتزلة لا يثبتون أي صفة إلا ما لا ينفرد به العبد، ولهذا يثبتون لله العلم ويثبتون له القدرة، لأن عندهم الجبر. الجهمية قصدي، الجهمية عندهم الجبر، إن الإنسان مجبر ما له قدرة، ولهذا أثبت القدرة لله. على كل حال، القاعدة الآن المعتزلة لا يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء. الأشاعرة يثبتون من الصفات سبعا فقط، كل ما ترى من مما ذكر البخاري يخالف أهل البدع. سليم، نعم، كيف رد عليهم؟ هذا ما دام الكتاب والسنة، الآن عندنا دليل في الكتاب والسنة على اسم الله الذي هو السلام. نعم، أي قصة أصحابك في أي شيء؟ منهم أخرجوا استدلوا واستوعبوا من الربوبية، أخرجوا من البلد الظالم، يعني هذا الآن حتى صنع الله فيهم ما صنع. أقول سنة تكون هذه فطرة ولا تكون، إما أن تكون فطرة أو أنها بقية رسالة. قل الهام من الله. لا لا، رسالة، لأنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم، ثلاث. طيب، باب قول الله تعالى ملك الناس فيه. أنا عندي مالك، عندي ملك شرح. قال باب قول الله تعالى ملك الناس، قال البيهقي: الملك والمالك والخاص الملك، ومعناه في حق الله تعالى القادر على الإيجاد، وهي صفة يستحقها لذاته. وقال الراغب: الملك المتصف بالأمر والنهي، وذلك يختص بالناطقين، ولهذا قال ملك الناس ولم يقل ملك الأشياء. قال: وأما قوله ملك يوم الدين، فتقديره الملك في يوم الدين، لقوله: لمن الملك اليوم، انتهى. ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله تعالى ملك الناس، لأن المخلوقات جماد ونام، والنامي صامت وناطق، والناطق متكلم وغير متكلم، فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلاثة: الإنس والجن والملائكة، وكل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم. وإذا كان المراد بالناس في الآية المتكلم، فمن ملكوه شوف، هذا غلط. الكلام يكون من غير هؤلاء الثلاثة. علمنا منطق الطير، وقالت نملة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. لكن سبحان الله، بعض العلماء، ولهذا أنا أحذركم من الحصر. الحصر هذا دائما يكذب الإنسان الواقع. لا تحصر تكون مهنا إلا كذا، أو ما يكون إلا كذا، لأن علمك قاصر. قل لا أعلم لا بأس، وإذا قلت لا أعلم وتبين خلاف ما قلت صرت جاهلا بسيطا، وإذا قلت لم يكن إلا كذا وتبين خلاف قالوا لك صرت جاهلا مركبا. نعم، فيه ابن عمر. أكمل الشيء. لا بس وشون عندي مالك. نعم، عندك ذكر قراءة ها؟ إيش؟ أي بقى هذا النبي ما ذكر شيء؟ العين منه معنا مات؟ شو يقول؟ ها؟ طيب،
نرجعها إن شاء الله. نعم. لكن أحسن الله إليكم، ميم مالك في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة قراءتان سبيتان، مالك ومالك، لكن هذه سورة الناس. إيه اللي عندي الآن مالك الناس، فهل فيها قراءتان ملك الناس ومالك الناس أو لا؟ أراجع. تراجع إن شاء الله. نعم. ها؟ ايش فاتته نسخه؟ وش شاد الساري يعني تميز عن انت الان اعطنا فائده لمشكلتنا الان. طيب ارجع للثاني، ارجع للقراءات، ما حاجه القسطلاني تفسير او القراءات او القسطلاني، وعندك القسطلاني. نعم. باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولحسنكم معنى العين والقسطلان والفتح، فتح بأيديكم. نعم. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. الله في هذا الحديث، في هذه الترجمة، إثبات الملك اسما من أسماء الله، وقد ورد على ثلاثة أوجه فيما أعلم: مضافا إلى الناس، مضافا إلى الدين، مطلق. فالمطلق كقوله تعالى الملك القدوس، والمضاف إلى يوم الدين ما ملك يوم الدين على إحدى القراءتين، والمضاف إلى الناس ملك الناس. وبهذا نعرف أن الملكية المطلقة في الدنيا والآخرة لله عز وجل، فملك الناس هو ملكهم في الدنيا والآخرة، وملك يوم الدين هو الملك الذي تظهر ملكيته أو ملكوته في يوم الدين حين لا يوجد ملك في ذلك الوقت. ولهذا يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. والملك والمالك إذا جمع بينهما فإنه يظهر منهما كمال باجتماعهما زائد على الكمال الذي يكون بانفرادهما، لأن في قوله ملك تمام السلطة، وفي قوله مالك تمام التصرف. انتبهوا، في ملك تمام السلطة والسلطان والسيطرة، وفي مالك تمام التصرف والتدبير. ولنضرب لذلك مثلا في المخلوق: يكون الإنسان مالكا ولا يكون ملكا، أليس كذلك؟ كلكم الآن مالكون، كل واحد كتابه معه ملكا له، لكن هل أنتم ملوك؟ نعم نعم، ملوك على بيوتكم أو رعاة. طيب، ويكون الإنسان ملكا ولا يكون مالكا، يعني بمعنى ملك لا سلطة له، هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود، ملك لا 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 سلطة له. نعم، كملكة بريطانيا أو غيرها ممن يكون ملكا صورة، فيوسب الملك ببرلمان وانتخابات وما أشبه ذلك، ويروح يضيع.
فإذا اجتمع ملك ومالك صار بذلك التمام السلطة والسيطرة وتمام التصرف والتدبير. ولهذا جاءت القراءتان تبين هذا المعنى: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. إذن الملك من له تمام السلطة والسيطرة، والمالك من له تمام التصرف والتدبير، وكلا الوصفين من خصائص رب العالمين عز وجل، وهو متصف بهما حقيقة، فهو ملك وهو مالك، لا أحد يتصرف في ملكه إلا بما شاء، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ملوك الدنيا مهما بلغوا من القوة والسيطرة يشفع عندهم بلا إذن، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ طيب إذن معناه يمكن كل واحد يدخل على الملك ويقول أشفع في فلان من فلان. نعم، أي ما كل أحد، لكن فيه من يشفع بلا إذن. بعض الناس يكون ملكا لكنه مملوك لزوجته مثلا، ولا لا، يعني الزوجة تستطيع أنها تقول له يا فلان أشفع لفلان عندك بدون أن تستأذن منه. بعض الناس يكون لوزيره أو صديقه قوة يستطيع أن يشفع بلا إذنه، لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه لا يشفع أحد ولو كان أقرب الناس إليه عبادة وخضوعا إلا بإذنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن الله، وهو أقرب الناس إلى الله وأتمهم عبودية، ومع ذلك لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله. لماذا؟ لكمال سلطانه عز وجل، لكمال سلطانه. إذن فهو ملك كامل السلطة، لا أحد يشفع الشفاعة اللي فيها الخير إلا بعد إذن الله عز وجل. هو أيضا مالك له تمام التصرف والتدبير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا أحد يضاد الله في تدبيره أبدا، حتى أكفر الكافرين لا يمكن أن يضاد الله عز وجل في التدبير. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. تحدي، إن كنتم صادقين، هل يمكن لأكبر واحد سلطة في العالم أن يرجعها إذا بلغت الحكومة يردها إلى أسفل، ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذن تمام السلطة والتدبير لله رب العالمين عز وجل، فهو إذن تام الملك وتام التدبير والتصرف. طيب، وهنا قال ملك الناس ولم يقل مالك يوم الدين، لأن لكل مقام مقالا. السورتان الفلق والناس نزلتا لنشرة النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، ومن الذي سحره؟ واحد من الناس، فكانت المناسبة أن يقال ملك الناس الذي بيده السلطة والسيطرة على الناس، ومنهم الذين سحروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كرر ملك الناس إله الناس لهذا، فهو الملك وهو الإله المألوه للناس سبحانه وتعالى. فلكل مقام مقال، وهذا من بلاغة القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام سحر ورقي بهاتين السورتين: وما تعوذ متعوذ بمثلهما ولا أحسن منهما، لرفع السحر، لكن بشرط أن يكون هناك صدق
من قارئهما وقابلهما أي المقروء عليه. فإن كان في القارئ شك أو في المقروء عليه شك فإن ذلك لا ينفع، لكن إذا كان من القوة ويقين فإنه بإذن الله ينفع ولا أنفع منهما. وهذا شيء مجرب لمن وفق للإيمان واليقين وصار المحل قابلا وهو المقروء عليه. أما إذا كان المحل غير قابل فلا ينفع. ولهذا لو ضربت السيف، لو جاء رجل شجاع قوي ومعه سيف بتار، نعم، وأتى على حديد صلب، تعرفون الصلب الذي لا ينثني ولا يلين، نعم، فتحمس عليه ونادى أنا أبو فلان أنا أبو فلان، ثم قام وخبط السيف على هذا الحديد الصلب، ينقطع ولا ينقطع؟ ينقطع السيف. لماذا؟ لأن المحل غير قابل فلا يتأثر به، مع أن الرجل شجاع والسيف بتار، نعم، ولكن لا ينتفع لأن المحل غير قابل. لكن لو جاء هذا الشجاع بسيف بتار على رقبة مجرم مستحق للقتل ثم ضربه بعد أن انفعل، وستكون الضربة حينئذ إيش؟ قوية، هل يتأثر وتنقطع رقبته أو لا؟ نعم، لا شك. لماذا؟ لأن المحل قابل. ربما تقرأ على إنسان والله ما أدري عن هذا، مطوع هذا ما أدري ينفع ولا ما ينفع، لكن إذا ذهبت لفلان وفلان من الكهنة انتفع. هل تنفعه الرقية؟ لا، لا بد من أمرين: القارئ والمقروء عليه. طيب، ثم قال عن إذن في هذه الآية إثبات الملك لله وأنه عام، وسبق لنا أن ملك الله سبحانه وتعالى ليس لا يشابهه ملك المخلوقين، لأن ملك المخلوقين محدود ومقيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة، الأرض كلها يقبضها الله يوم القيامة، وشاهد هذا في القرآن: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، لقوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. وهذا الطي حقيقي، ليس المراد قوة السيطرة على السماء أو قوة السيطرة على الأرض، هو قبض حقيقي للأرض وطي حقيقي للسماء. والسماء جعله له طيا لا قبضا، لأن السماء أوسع من الأرض وأشد وأعظم، وطيها أبلغ في القدرة يطويها. وقد شبه الله هذا الطي بقوله: كطي السجل للكتب، لا إله إلا الله، هذه السماوات العظيمة يطويها بيمينه كطي السجل للكتب. ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. الله أكبر، أين ملوك الأرض؟ هل أحد منهم يرفع صبعه؟ ها؟ أبدا، ما في ملك يوم القيامة، ما في ملك، الناس سواء، أصغر الخدم وأقوى الملوك وأعز الملوك على حد سواء، كلهم حفاة، كلهم عراة، كلهم غرل، لأنه ما في ملك، الملك لله عز وجل. يقول: أين أنا الملك، أين ملوك الأرض. وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن
أبي سلمة، والأول عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. شوف السند الأخير خالد، وقال شعيب يقول وصنيع قلت وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصدفي عن الزوري كذلك، ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان انتهى، وصنيع البخاري يقتضي ذلك، وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه، لكن يونس كان من خواص الزهري الملازمين له. إيه نعم. قبل يقول فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في هذا الباب حديث ابن عمر، ومراده حديثه الآتي بعد 12 بابا في ترجمة قوله تعالى لما خلقت بيدي، وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أخرجه من رواية يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب بسنده. ثم قال وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري وعن أبي سلمة عن أحذف يا شيخ وعن أبي سلمة مثله كذا، وقع لأبي ذر وسقط لغيره لفظ مثله، وليس المراد أن أبا سلمة أرسله، بل مراده أنه اختلف على ابن شهاب وهو الزهري في شيخه، فقال يونس هو سعيد بن المسيب، وقال الباقون أبو سلمة، وكل منهما يرويه عن أبي هريرة. فأما رواية شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي فستأتي في الباب المشار إليه في الحديث المعلق آنفا، فإنه قال هناك وقال أبو اليمان أنا شعيب أو أنبأنا شعيب. نعم. فذكر طرفا من المتن وقد وصله الدارمي، قال حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان فذكره، وفيه سمعت أبا سلمة يقول قال أبو هريرة، وكذا أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من صحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي عن أبي اليمان. وأما رواية الزبيدي بضم الزاي بعدها موحدة وهو محمد بن الوليد الحمصي، فوصلها ابن خزيمة أيضا من طريق عبد الله بن سالم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأما طريق ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر الفهمي أمير مصر، نسب لجده فتقدمت موصولة في تفسير سورة الزمر من طريق الليث بن سعد عنه كذلك. وأما رواية إسحاق بن يحيى وهو الكلبي فوصلها الذهلي في الزهريات، قال الإسماعيلي وافق الجماعة عبيد الله بن زياد الرصافي في أبي سلمة، قلت وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصلفي عن الزهري كذلك، ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان انتهى، وصنيع البخاري يقتضي ذلك، وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه، لكن يونس كان من خواص الزهري الملازمين له. البخاري رحمه الله كما قال صنيع يقتضي أن الطريقين صحيحان، وهذا من فقه البخاري، لأن الطريق الأول طريق يونس يترجح بملازمته لابن شهاب، ومعلوم أن الملازم أعلم من غير الملازم، يعني من صاحبك ليس يماثله من لاقاك مرة من المرات. لكن الطريق الأخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدل سعيد بن المسيب رواها أربعة: شعيب، الزبيدي، ابن مسافر، إسحاق، فترجحت بهذه الكثرة والمتابعات، وذيك ترجحت بماذا؟ بكثرة الملازمة. وعلى هذا فنقول الطريقان صحيحان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك وعزتك, وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. ذكر في هذه ترجمة اسمين من أسماء الله. نعم. اليمين يا شيخ الحديث الماضي ما تكلمنا عنه. نعم. ذات اليمين. باقي؟ الحديث الماضي. طيب. يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ نعم، لم نتكلم عليها لأن الترجمة إنما هي في ذكر الملك فقط. باب قول الله تعالى ملك الناس. ولكن ما أدري عن الأخ خالد، هل رجع القراءة؟ لا ما رجع. ما رجعت؟ نسيت والله. نعم. أنت رجعتها؟ إيه. ها؟ صح الغنيمان شرح الكتاب صحيح. نعم. وقال رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، لكن هي من السبعيات؟ لا ليس من السبعيات. إيه طيب. ولهذا لم نتكلم عن مسألة اليد، والظاهر أن المؤلف سوف يأتي بها، لكن إذا تحبون نتكلم عليها ما في معنى. يقبض الله الأرض يوم القيامة، وهذا القبض قبض حقيقي يقبضها عز وجل بيده، ويطوي السماء بيمينه أي بيده اليمنى. وهذا يشير إلى أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين، وقد دل على ثبوت اليدين لله عز وجل الكتاب والسنة وإجماع السلف. ففي كتاب الله عز وجل قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، فأضاف الخلق إليه وجعله باليد. وهذا يدل على أنه ليس المراد باليد الذات، إنما المراد بها اليد الحقيقية وليست الذات. وقال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذه آيات كلها تدل على ثبوت اليد لله عز وجل، ولكنها يد لا تماثلها أيدي المخلوقين، لأنها يد عظيمة، كما جاء في هذا الحديث أن الله يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الله إلا كخردلة في